للحديث عن بيان قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول نهب الآثار العراقية معنا من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور أيمن، يعني بداية تقريركم أكد على استمرار عمليات النهب المنظمة لآثار العراق وقال إنها مستمرة منذ 2003. برأيك دكتور أيمن، هل هناك قرار سياسي بإفراغ العراق من آثاره؟ أخي الكريم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة استهداف العراق يعني لا يختلف اثنان على أن الاحتلال هو بسبب استهداف العراق وليس للذرائع التي ساقوها والأكاذيب التي يعني ادعوها. فهذا الاستهداف حقيقة من جملة الاستهداف المطلوب هو استهداف الهوية الثقافية الوطنية للشعب العراقي، ومنها طبعا تفريغ البلد من هذه من مقومات هذه الهوية، هي من جملتها الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف. فهو لا شك أنها يعني أمر سياسي مرتبط كما ذكرت بمخطط أكبر يراد منه النيل من مكانة العراق وكرامة الشعب العراقي، ويعني الحقيقة عزله عن الإقليم والعالم. نعم دكتور أيمن، باعتقادكم يعني لماذا جرى التركيز على الموصل والناصرية في عمليات نهب الآثار المتواصلة كما قلتم في بيانكم، وما دور الميليشيات في تلك العمليات؟ تفضل. أخي الكريم، نينوى وذي قار هي أكبر محافظتين تحوي على مواقع أثرية كما تعلم جنابك، هنالك أكثر من 200,000 موقع أثري في العراق، أغلبها في هذه المحافظتين. لكن المعامل المشترك هو سيطرة الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران على هاتين المحافظتين، وأصبح الاستهداف واضحا ويعني يمضي بشكل يومي ووفق مخطط ممنهج منظم ومستمر بنفس الوقت. وطبعا لا راد أمام هذه الميليشيات ولا أحد يستطيع التدخل فيما تفعله في البلد من فساد. نعم دكتور أيمن، يعني بحسب متابعتكم لما يجري، يعني تحت أي بند قانوني استولت هذه الميليشيات على المواقع الأثرية في الموصل القديمة؟ ولماذا لا يوجد موقف واضح من الحكومة في بغداد أو حتى السلطات المحلية في نينوى بخصوص ما يجري؟ أخي الكريم، هي الميليشيات أصلا هي جهات خارج القانون، وحتى يعني الحكومات الاحتلال المتعاقبة هي حكومات خارج القانون في العراق ولا تأبه لهذا الموضوع. ولدينا الحقيقة ما يعضد هذا الكلام الآلاف من الأدلة والآلاف من القضايا والآلاف من المواقف التي تدلل على أن القانون تم تغييبه في العراق بشكل ممنهج منذ 2003 وحتى اليوم. بالتالي لا وجود لهذه المعادلة في تصرفات الميليشيات ولا في تصرفات من يدعم هذه الميليشيات أو من يتستر عليها أو من يعني يعطيها الرخصة للعمل داخل العراق، وهي الجهات الحكومية. فلذلك هي يعني لا قانون ولا تخضع لقانون، هي عبارة عن عصابات وميليشيات إرهابية تسعى فيما تسعى منه، بالإضافة إلى تنفيذ المخطط المراد منه، إلا أنه هذا أيضا باب من أبواب التمويل بالنسبة لهذه الجهات. نعم يعني محور جديد، نذهب إلى محور مختلف الآن دكتور أيمن. يعني بالنظر إلى عمليات بيع الآثار العراقية بشكل علني في أوروبا وأمريكا، هل وجدتم حراكا دوليا مثلا وهذا الحراك كان جادا من أجل إعادة الآثار المنهوبة من العراق وإيقاف تهريبها وعمليات بيعها المتواصلة؟
الحقيقة أخي الكريم، هنالك تقارير تتحدث عن مئات الآلاف من القطع والمخطوطات والأمور الأثرية الأخرى التي يعني في، لكن هذا الأمر طبعا، هذا هنالك أسواق غير خاضعة حتى للحكومات في العالم، مثلا الأسواق غير القانونية والأسواق السمغلينج هذه للتهريب الأمور الأخرى. فلذلك يعني هنالك طبعا يعني محاولات، لكن هذه المحاولات متواضعة جدا ولم تفضي عن شيء كثير حقيقة. والطامة الكبرى أن الجهة المعنية في العراق حقيقة لا تعلم عدد القطع المفقودة من المتاحف والمواقع الأثرية، وليست لها يعني إحصائية بهذا المجال، ولا هي مكترثة لهذا الموضوع. فلك أخي أن تتصور والمشاهدون الكرام أنه هذا الأمر كيف يجري في العراق، لأنه صاحب الحق المفروض هو الذي يعني صاحب السلطة في البلد المعني وهو العراق، لكن مع الأسف الشديد التقاعس وعدم الرغبة في يعني تنظيم هذا الموضوع. احنا اليوم دخلنا في السنة 19 للاحتلال ولا يوجد أي إحصائية لهذا الأمر، فلا أولويات. والحكومات الاحتلال المتعاقبة جميعها يعني بعيدة كل البعد عن الأولويات الوطنية، ومنها المحافظة على المواقع الأثرية والمتاحف نعم، العراقية. للسؤال الأخير الآن دكتور أيمن، يعني كيف أثرت عمليات نهب الآثار، كيف أثرت في الهوية الثقافية العراقية وتغييبها سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل؟ أخي الكريم، الآثار هي تشكل هذه الهوية باعتبار أنها تنفرد عن غيرها، ويتميز هذا الشعب عن ذاك. مثلا شعب وادي الرافدين ليس كشعب وادي النيل، وليس، فهذا كله حقيقة يتميز فيه هذا الموضوع. فاستهداف هذا الأمر هو استهداف مباشر للهوية الثقافية الوطنية على المستويات الحقيقة المختلفة، لكن المراد منه كما ذكرت هذا جزء من مخطط أكبر يستهدف العراق منذ 2003 وحتى اليوم. المراد أنه يعني حقيقة سلخ العراق من وضعه الطبيعي في الإقليم وفي الوطن العربي وفي العالم ككل حقيقة، ومن هذه الأساليب، إضافة إلى أنها لا شك أنها يعني باب من أبواب التمويل بالنسبة الميليشيات والجهات الحكومية والأحزاب المتنفذة في العراق. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.